التلفزيون يلي ما بيخلى أي بيت من وجوده، وبتتميز الصورة يلي بيعكس لنا إياها عن الحياة بحميمية خاصة. بترجعنا لذكريات طفولتنا وجمعاتنا مع عائلتنا أو رفقاتنا. يا ترى كيف تابعوا أجدادنا بالبداية وشو هي أول الأشياء يلي أذيعت من خلاله؟ وكيف تطور حتى وصل للشكل يلي عم نستخدمه حالياً؟ بلشت الحكاية عام 1923 من أمريكا، وكل عالم بوقتها كان له رحلته الخاصة بمحاولة نقل الصورة المتحركة الفيديو من مكان لتاني عبر الهواء، ومنهم العالم الاسكتلندي جون لوجي برايز يلي صنع أول تلفاز من أبسط الأدوات الموجودة ببيته، صندوق، قبعة، وعلبة شاي، وبعض المقصات والأبر. ولما نجح بنقل صورة عروس خشبية خافت الصحف منه واعتبر مشعوذ وطرد من منزله. إلا أنه باع برايد التلفازور أول تلفاز بالعالم عام 1929 لأغنى أغنياء أمريكا، وصنعت منه 1000 قطعة فقط. أما المخترع العبقري فايلو فرنسوث كان أول من صنع التلفزيون الكهربائي، واستمر العالم باستخدامه 60 سنة تقريباً. واستغرق فايلو بصناعته 8 أعوام من التجربة والفشل، وكمان انفجر معمله أكثر من مرة قبل ما يوصل لأول جهاز تلفزيون عام 1927. وبعد سنة واحدة أذيع أول بث مباشر بالعالم من محطة كهرباء نيويورك. وسنة عن سنة تحول التلفزيون من سلعة ما بيمتلكها إلا الأغنياء لمنتج يباع للعامة بالأربعينيات. ومن بعدها تم اختراع أول جهاز تحكم عن بعد عام 1950. أما الألوان ظهرت لتضيف الحياة للتلفزيون عام 1954، وآخر تطور أضيف لإله كان عام 1980، حيث ظهرت الشاشات المسطحة وأتيحت للعامة عام 2000.